بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. جاءتنا مسألة إن الشرع يحلل الاستمتاع بالصغار وشيء من هالقبيل، يعني باعتبار تجويز الفقهاء الزواج لما قبل البلوغ، فيما قبل البلوغ. طبعا هذه المسألة فيها تشويه كبير وفيها شيء من خلينا نقول فيها تلبيس. في الواقع يجب الالتفات إلى أمور. الأمر الأول أنه لا إشكال عند الفقهاء في صحة العقد، في صحة عقد الزواج بين غير البالغ وغير البالغة. عقد الزواج لا يشترط فيه بلوغ الطرفين، لكن هذا لا يعني أن عقد أنه يصح عقد الزواج بهذه الكيفية بأي حال وبأي نحو وفي أي حالة. بالنسبة للزواج من الصغيرة يشترط في صحته أن لا توجد مفسدة على هذه الصغيرة، وإذا وجدت مفسدة بطل العقد. جيد؟ نعم. الآن هل يبطل تماما أو يربط بإجازتها لاحقا؟ أنا ما يهمني الحين، لكن بالنهاية صحة هذا العقد منوط بانتفاء المفسدة. إنزين، فإذا أنتوا تستشكلون تقولون هذا الشيء فيه مفسدة، الزواج من الصغيرة فيه مفسدة، فهو إذن لا يقع. فالشارع وضع شرط، هذا الشرط يقتضي أي إشكال أنت تعترض فيه من باب المفسدة يندفع. زين، إن قلت زين ليش الشارع جوزه؟ مولانا المجتمعات مختلفة، البيئات مختلفة، الأسباب مختلفة. أحيانا يكون الزواج يتزوجون وهذا يظل بمكان وهذا يظل بمكان لأسباب معينة تقتضيها البيئات الاجتماعية المختلفة. خب هذا مفتوح. هم يصورون المسألة كأنه واحد شايب يبي يتزوج واحدة عمرها 5 سنوات. يا أخي الموضوع مو كذي، هذا منوط بمصلحة بانتفاء المفسدة على البنت بلا أي إشكال، لا ضرر ولا ضرار. فما له معنى تستشكل علي بهالإشكال هذا بهالطريقة هذه. ثانياً يوجد أمر مهم حتى نفهم التشريع الإسلامي. التشريع الإسلامي لما يقول لك هالشيء حلال مو معناته تسويه. لما يجي الشارع يقول لك مثلاً أكل اللحم حلال، هل هذا يعني أن كل أكل لأي لحم حلال؟ لا، هذا مشروط لحم الضأن، يعني مشروط بعدم عروض مانع. بعبارة أخرى الفقهاء يقولون الأحكام، أحكام التحليل، الأحكام الترخيصية أحكام حيثية. يعني لما يجي الفقيه يقول لك مثلا الاستمتاع بغير البالغة جائز، هو لا يريد أن يقول لك أن هذا الاستمتاع شيء جيد وشيء مطلوب أو شيء، لا، هو يريد أن يقول لك أن الاستمتاع بالصغيرة بعد ما تم العقد وما كان فيه مفسدة وأي شيء جائز غير محرم من حيث هو استمتاع، أما من جهة وجود مفسدة أو سلبية معينة يصير حرام. فما له معنى أيضا تعترض عليه، يعني حتى لو سلمنا بالعقد للصغيرة وكان فيه مصلح وما كان فيه مفسدة، لكن الفعل نفسه الاستمتاع كان فيه مضرة يحرم أيضا. فمن ناحية أخرى الأحكام التحليل أحكام حيثية، عادة غالب أحكام الترخيصية أحكام حيثية، يعني من حيث هذا من حيث هو استمتاع حلال، لكن من حيث كونه يترتب عليه مفسدة حرام. والفقيه مو لازم كل مورد يقول لك ترى إذا ترتب، هو عند القاعدة إذا ترتبت على هذه الأمور مفاسد تحرم، بس انتهى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور المهمة أيضا في التشريع الإسلامي أن بإمكان الحاكم الشرعي أن يمنع من بعض الأمور المحللة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الحمر الأهلية وحرم الزواج المؤقت يوم خيبر. احنا هذا الشيء حتى نقر فيه، لكن نقول هذا التحريم كان تحريم حكومي، قرار حكومي،
قرار حكومي لأجل مصلحة معينة رعاها النبي صلى الله عليه وآله حرمه. كذلك نقول إحنا وفقا لتشريعنا الإسلامي هذه الصلاحية موجودة للأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام إذا وجد مفسدة تطبيقية في حالة معينة يمنعها، يقدر يمنعها، ما في أي إشكال في هذا. فما له معنى تعترض علي تقول لي هذا الشيء فيه مفسدة، أنا ملتفت إن في أنا ملتفت، يعني مو لاغي هالفرض، لكن أقول لك هذا الفرض إذا وقع يحرم، بل مو بس يحرم، يقدر يمنعه حتى لو ما في مفسدة، يقدر هو يعني شوفوا، لأن التقنين مرات شنو يقتضي؟ يقتضي إني أمنع الشيء من 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 ريوله. يعني مثلا أشعر الحين مثلا إشارة حمراء، الغرض من الإشارة الحمراء شنو؟ إن الواحد ما يطوفها ويتسبب يصير حادث. زين إذا بالليل وماكو أحد، مفروض عادي بحسب هدف التشريع، لكن إذا سويته راح يعاقبونك، الكاميرا راح تصورك وراح تعاقبك. ليش؟ لأن القانون أحيانا يتحفظ زايد عن المجال المطلوب. إذا الإمام شاف إن لازم يوقف المسألة، قاعد يصير في خلل في التطبيق، يمنعها عادي، ماكو أي مشكلة في هذه المسألة. فلما نقول إن الزواج الصغيرة جائز والاستمتاع بالصغيرة جائز، فإنما نقصد ضمن هذه الأمور، وهذه قد تختلف من مجتمع إلى آخر، قد يختلف من استمتاع إلى آخر، وقد يختلف من أمر إلى آخر. فما له معنى أنك تحطني أو تحط الشريعة الإسلامية في صف من يدعو إلى الإباحية والصورة الموجودة عند الآخرين. توجد ضوابط في هذا التشريع، وليست المسألة هكذا متروكة على الآخر. فهذه المسألة أحببت أن أنبه عليها، لأن إشكال ورد علينا من بعض الأخوة، سألنا بعض الأخوة عن، لأن تكلمنا عن المثلية، تكلمنا عن هالموضوع، فحبيت أبين أن في لبس في المسألة.